تأسف المناجير العام لشباب قسنطينة طارق عرامة في تصريحات للإذاعة الوطنية لما يحدث في البطولة الجزائرية من فضائح تحكيمية وسوء تسيير، مضيفا أن الأمور تسير نحو الأسوأ على حد قوله. صراحه عاد الخارج ماشي من الفريق اللي احنا نلعبوا ضده، عاد الخارج شكون هو الحاكم هيحكم لي وشكون هو الحاكم بالذات؟ وصلوا عندنا مع سوابق مع الناس مع سواب. والله حقيقه عندي في المقابلات الاخيره هذه عاد شيء غريب راه يصرى صراحه، راح يكرهونا في كره القدم هذه. ضربات جزاء شرعيه من المقابله الاخيره، عندنا زوج مقابلات زوج ضربات جزاء في صيف شرعيين ما تظفروا الناس وحتى في البرمجه. واش قلقهم على مقابله شباب الوزداد وشباب قسطنطينه يقدموها الجوله 23؟ يعني شيء مؤسف راه شيء يعني غدوه العالم كله راح يضحك علينا. لا ليغ ناسيونال راهي فرغانه خلاص ماناش عارفين شكون راه يصير. البرمجه توضع اليوم غدوه تعاود تنزع بكل احترامات الناس الرابطه، انا مانيش انا باه نجوج الناس، وانما كنحطوا خارطه تاع تاريخ تاع البرمجه ولا حاجه نحطوها في اطارها. زوج جولات راح يلعبوا فيه نفس الوقت.